لا تتفاجئون انا ايش دا اسوي، انا كل ما في الامر دا احرق وثيقة التخرج مالتي وروب التخرج، 12 سنة دراسة و4 سنوات جامعة وتعب وضيم وروح وروح وتعال وكراوي وسهر وتعب، بالاخير 4 سنوات محاضرين مجانيين، هياتني انا 5 سنوات صار من 2015 خريجة، زين هياتني كل شيء ماكو، راح عمري ضاع، يعني ضاع بالدراسة وبالمحاضرين مجانيين كل شيء ماكو، هذا اللي يتخرج من التمريض من اول سنة شدوا له 700,000 وانا هياتني اخدم اجيال واخرج اجيال، تالي ما تالي ما حد جازاني، ما حد جازني، لا عندي كهرباء طريق زين، مدرستي بعيدة زين، لا عندي فلوس كهرباء طريق، لا عندي فلوس اشتري ملابس شتاء، انا من حقي اطالب هذا الشيء، انا بنت يتيمة ما عندي احد يعينني زين، يا دوب والدتي ومقعدة زين، يا دوب بس والدتي ومقعدة زين، انا وين ارطي وجهي، انا بنية تعبت درست حاضرت تعبت، شوفوا خليتوني اتندم احرق كل ذكرياتي لان انا رحت كلية التربية زين، لا وزير مقدر لا دولة مقدرة، ما حد مقدرك، لا مجتمع مقدرك، ما حد مقدرك زين، تندمت رحت كلية التربية، تندمت ضاع عمري، اني ادرس واخرج اجيال، هم ادرس وهم احاضر وهم اخرج اجيال، كل شيء ما استفادت، راح عمري راح زين، ضاع عمري، شوفوا دا احرق روب التخرج ويا وثيقتي حرقتها، ويا الوثيقة هم حرقتها، شفتوا انا متندمة، لا وزير حاسبينه، لا احد حاسبينه، ما حد حاسبينه يا جماعة، اعطوني 250 هياتني انا 3 اشهر صار ما مستلم راتب، قاعدة هيك ما عندي حتى فلوس اروح كراوي طريق، ما عندي، هاي صار شمس اني صار لي هاي الفترة، اليوم انا اصلا اليوم غايبة، اليوم ما عندي كراوي طريق، يا سايق كلها تطلبني فلوس، كلها السواق كلهم يطلبوني دين فلوس، ما اعرف شلون اسددهم، واني بنية وحالتي صعبة، يصير هذا الحكي واني مدرسة المستقبل، على اساس مدرسة المستقبل اللي اخرج اجيال، هذا حالي، الطالب احسن من حالي، يمكن الطالب يشيل 1000 دينار بجيبه، اني ربع دينار ما عندي، من سايط الله ثم اهل التربية ثم وزير التربية اللي ما حاسب معاناته اصلا زين، اللي ما حاسين معاناتنا، الطالب صار احسن من المدرس، عنده فلوس يصرف على نفسه، انا ما عندي ربع دينار اشتري بطل مي يا جماعه، هي هاي الحقيقه، انا متندمه رايحه كليه التربيه يا جماعه، متندمه دا احرق روب التخرج مالتي، متندمه زين، اتمنى كل العالم يشوف، خلي يشوفون احنا الفئه المظلومه، ان احنا الفئه اللي ما حد منتبه لنا وما حد منطينا، يعني ما حد يعني منطينا اذنه زين، ما حد كلها متجاهلينه، خلي يشوفون معاناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا الكرام، نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن الأمية في العراق، وكذلك عن عمالة الأطفال، وأيضا نتحدث عن جزئية محاربة الخريجين، وكما شاهدتم في هذا المقطع، وتحديدا نتحدث عن المحاضرين المجانيين اليوم الذين يعانون في هذا البلد الذي من المفترض أن ينهض بالواقع التعليمي وينهض أيضا بواقع التدريسيين، لكن للأسف الشديد هناك محاربة لهذه الشريحة وأيضا للعلم في العراق، وبالتالي ترتفع نسب الأمية ويرتفع مستوى الجهل في البلد، وهذا الموضوع نتساءل اليوم من يخدم التجهيل المجتمع برأيكم مشاهدينا الكرام، يصب في مصلحة من تحديدا؟ من هي الجهات المستفيدة من تجهيل المجتمع، من تغييبه فكريا، من جعله بلد تسود فيه الأمية، تكون هو الطابع الأساسي، يكون الخريج يعني بهذا المستوى كما تابعنا، ويكون أيضا من يدخل في مجال التربية والتعليم يعاني، خاصة بالنسبة للمحاضرين. هناك أيضا كارثة تتعلق بالموظفين في دوائر الدولة، بحيث أكدت وزارة التخطيط وتحديدا الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة عن وجود أكثر من 7600 موظف أمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية. هذا الرقم الكبير، ما الذي يفعله في هذه الدوائر والمؤسسات الحكومية؟ أليس من المفترض أن تكون الدوائر الحكومية تقبل أو تعين وفق شروط معينة، وفق قاعدة أو نظام يوضع
من قبل الوزارة لقبول التعيينات لقبول الأشخاص المقدمين على الوظائف؟ كيف تم قبول هذا العدد الكبير وهذا اعتراف حكومي؟ هذه كارثة. هؤلاء ما الذي يقدمونه للمواطن؟ كيف يمكنهم أن يخدموا المواطن العراقي؟ كيف يمكن أن يخدموا الدولة العراقية وهم أميون بلا تعليم بلا فهم، حتى لا يعلم كيف جاء إلى هذه الوظيفة ربما، أو قد يعلم. تقول التقارير الصادرة عن قسم إحصاءات التنمية البشرية في الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط إن هناك بعض الوزارات فيها عدد من الموظفين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، حيث بلغ عددهم من الرجال 6341 موظفا، بينما بلغ عدد النساء الأميات 1263 موظفة، فيما كانت وزارتا النقل والداخلية الأعلى في عدد الموظفين الأميين العاملين فيها. أيضا مشاهدينا الكرام، الجزء المتعلق بالأمية بشكل عام في العراق، نتساءل لماذا يتم التعمد بتجهيل هذا المجتمع؟ لماذا لم يتم دعم وزارة التربية؟ لماذا نتابع في موازنة عام 2021 نرى بأن الميزانية المخصصة أو الأموال المخصصة للميليشيات وللأجهزة الحكومية أعلى من الأموال التي خصصت لوزارة التربية؟ لماذا تتعمد الدولة، تتعمد حكومات الاحتلال وهذه الأحزاب على محاربة التعليم في العراق؟ لماذا هذه المؤسسة مهاجمة؟ نحن أيضا لا نقول بأنه من فيها ملائكة، نقصد المسؤولون لكن أو المسؤولين، لكن القصد أن الدولة تتعمد محاربة هذه الجهة الحكومية، مؤسسة التربية والتعليم والتعليم العالي كذلك، من خلال تخصيص أموال أكثر لقطاعات لم تقدم أي خدمة لهذا المجتمع، لم تقدم أي خدمة لهذا البلد، مجرد صراعات وحروب ومشاكل وتهديد للسلم الأهلي دائما في العراق، لكن في حين الجهة المعنية ببناء أجيال المستقبل، المعنية بتثقيف هذا المجتمع، نراها غير مدعومة بالشكل الكافي. نرى مدارس طينية بحدود 2000 مدرسة بحسب أرقام صادرة من هنا وهناك، وسنتحدث بعد قليل بتفاصيل أكثر عن أعداد المدارس الطينية في العراق والكرفانية كذلك. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا. السيد أبو حارث من الموصل، تفضل حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. نحييكم ونحيي متابعيكم وبرامجكم التي تهدف إلى تسليط الضوء على الأخطاء اللي نعيش بها مجتمعنا. أهلا وسهلا يا أبو حارث، تفضل. أخي العزيز، بالنسبة للأمية وخاصة عندنا بالمناطق المدن المحررة، يعني كارثة إنسانية، كارثة ما تصورها. نعم. يعني أنا يعني ذاك اليوم فتحت باب محلي منطقة باب جديد بالموصل. نعم. لقيت أطفال نايمين بالشارع، واحد 9 سنين، منو أنتوا؟ واحد ما يعرف الأخ. تشرد. نعم. تسرب من المدارس، يعني كارثة إنسانية أقوى من القنابل أقوى، فهذه يجب معالجتها، وإلا هذا الطفل إيش راح يطلع؟ راح يطلع مشرد، باكر يصير مجرم، يصير قاتل، راح يعيش بالشارع، ينام بالشارع مع الكلاب نايمين، والله العظيم، والله العظيم صورها موجودة عندي ما أختلف وياك، منو أنتوا؟ واحد ما يعرف بالأخ. نعم. يشحذون بالليل على المطاعم مشردين. ابو حارث، هذا هؤلاء الاطفال لما يكبروا ما مصيرهم اذا هم بلا تعليم، بلا مأوى، بلا دولة تحتضنهم وتقومهم؟ كيف يمكن ان يكون مستقبل هذه الشريحة من الاطفال العراقيين؟ تدمير مجتمع، يعني راح يطلع باكر يصير مجرم، قاتل، سارق، يسرق سيارات. يعني كارثة إذا ما يستلحق مجتمعنا، إذا ما يستلحق المجتمع راح يصير كارثة. هسه عدالك اليوم أكو زلم سلطة الحمد ما يعرفها. نعم. أحرف ما يعرفها، يعني صار عندنا. نعم. يعني نماذج، يعني تتفاجئ أنه أكو هيك شخص عمره 20 سنة ما يعرف يقرأ ويكتب. نعم. تجي على المدرسة اليوم، ابني بالمدرسة الطفل هذا الصغير، كتب ما عندهم. نعم. إهمال الإدارة مال المدرسة، صور اكو اخطاء تصير، يلقحون الاطفال واصبوا اطفال مرضى، ابني تمرض هاي صار يومي من المدرسه ودي على الطجه. نعم. يا ابو شلون تلقحوا له؟ والله ما نعرف. يعني مو بس التعليم. نعم. يعني شغلتنا صعبه، حيل صعبه، بس الله تتوقع يا ابو حارث انه موضوع تجهيل المجتمع واهمال هذه الشريحه، شريحه الاطفال متعمد وتعليمهم متعمد هذا ليش؟
يعني يشوفون الأطفال بالشوارع شوف عينهم نعم. المشردين البعض شفت 3 أطفال راجع من دورة أطفال طفلات نعم. يمشوا بالشارع وسخين شعرهم وهذا وإهمال يمشون نعم. بالليل من أهلهم بنو دول هذول مين اللي تعليم يعني مرحلة التعليم تجاوزوها مرحلة ما يعرف هذا راح يعي داخل مدرسة مال تشرد مدرسة يعني مو بس يعني ما راح يتعلم لا دخل بالمرحلة السلبية يعني لاحظ يعني مو بس مو انه بيقعد بالبيت وما يقرأ ويكتب ولا الوضعية اكبر ما تتصور يعني يعني شغلة حيل خطرة واذا ما يستلحق المجتمع مالتنا ويترك الحكومة لا يعتمد على المنظمات الدولية هو المجتمع عايز والا والا شغلة حيل صعبة بالمناطق المحررة اكد 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 هذا في اليوم اكو منظمة حماية الطفولة حكيت وياهم يا بس انا ابني طفل واحد ممكن بس روحوا على المخيمات اكو منظمات ياخذون رواتب ما شاء الله مجزية سيارات اخر موديل يجون على هين وهين يا بروحوا على 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 المشردين حكيت وياه الله شاهد قلت له ابني بالبيت انا عندي يعني شو ردوا عليك؟ يجون قال والله نروح احنا وهذا وايش بس اعرف ما يروح المهم بس يجون يؤدون فرض يعني منظمات عندنا بالموصل يسمون منظمة حماية الطفولة منظمة إنقاذ الطفولة هل فعلا تحمي الطفولة هاي المنظمات؟ منظمة ايه منظمة إنقاذ الطفولة هي اسمها إنقاذ الطفولة لكن هي هل فعلا ساهمت بإنقاذ الطفولة في العراق؟ لا والله ما شفت نهاري إنقاذ الطفولة يعني يجون شغلات شكلية بس مشكلية رواتب مجزية سيارات آخر موديل يجون هنا يجون هناك يجون روح ادليكم وتروح على الترافيك لايتات روح على روح ذوك الاطفال اللي اذا تنقذوهم سيد مصيبه اذا ما تنقذوهم سيد ابو حارث اشكر يعني حضرتك اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه وصلت الفكره طالما اكو امتيازات وسيارات اخر موديل وحمايه ومناصب يعني هذا اللي يكفي المسؤول في العراق والدليل انه 18 عاما من حكم هؤلاء وهم يتمتعون بهذه الامتيازات لم يقدموا خدمة واحدة للمجتمع العراقي. ويانا السيد أبو حسن من بغداد. تفضل يا أبو حسن حياك الله. هناكم البطل الذي تنقل الحقائق. حياك الله. أستاذ بالنسبة لكثرة الأمية بالعراق. نعم. أولاً ليفوت البلد أو الحكومة هم أميين أساسا جو منك غير حامي جابت وبالتالي سبب كثرة الأمية المعيشة للمواطن عدم وجود معيشة أو مثلا المواطن تلقى ميت جوع وماكو دعم من الدولة فيضطر أنه ابنا أو هو ابنه يبطل على حتى شغلة في محل أو في معمل في سبيل أنه يجيب ثم العيش الأهل هذا أولا سبب كثرة الأمية اثنين عدم وجود مجانية تعليم يعني الطالب الآن من يكون في المدرسة بالمتوسطة أو بالابتدائية أو بالإعدادية يشوف الكتب قبل أو الدفاتر الدولة كانت هي تمنحها للطلاب مجانا الآن الطالب هو يشتري القرطاسية كلها لأنه هو في بعيشة الآن العيشة صعبة والضرب المعيشي صعب بالإضافة إلى هذا الجانب الأمني والجانب القدمي ما موجود فهي كلها أسباب كثرة الأمية بهذه الأسباب برأيك يا سيد أبو الحسن لمن تخدم من تخدم فكرة تجهيل المجتمع رفع من أعداد الأميين في العراق رفع أعداد الأمية بالعراق أولا تخدم المحتل وأيضا الحكومات العميلة للمحتل شلون؟ وبالتالي حتى ذلك الوقت لن ينهض العراق حسب ما يتقدم العالم وبالتالي هذا انه يريدون العراق يبقى متاخر من الناحيه العلميه ومن الناحيه التقنيه وهذا يدلل انه يريدون يدمرون العراق من الناحيه التعليميه ومن الناحيه الخدمات وغيرها والامن اضافه لهذا
يعني احنا ناكد على وجود انه مدارس اهليه، كثره المدارس الاهليه بدل انه المدرسين ما يدرسون بالمدارس الحكوميه، وعدم وجود مدارس كافيه للطلاب للمراحل من الابتدائيه للمتوسطه ثم الثانويه الى الجامعه، عدم وجود اماكن كافيه للمواطن العراقي. ولهذا شوف المواطن ما قادر انه يكفي نفسه مثلا ملابس يريد يشتري، ما عنده فلوس لانه ما في وجود عمل. ابوه تلقاه قاعد بطال، لان ابوه منين يجيب له حتى يوفر له، اولا يوفر له لقمه العيش ثم يشتري له دفاتر ثم ملابس يكفيه. هذا الجانب اكثر العوائل بطلت ابنائها بسبب عدم وجود المال حتى ذاك الوقت يقدرون يفسون ابنائهم. وصلت فكرتك يا سيد ابو الحسن، شكرا جزيلا لحضرتك. الجانب الاقتصادي مشاهدينا الكرام اساس معوق كبير يساهم في رفع او زياده مستوى الاميه في العراق، خاصه او زياده ترك الاطفال للمدارس نظرا لصعوبه ظروف المعيشه، وبالتالي يبحث، وخاصه الان سنتحدث بعد قليل عن عماله الاطفال وكيف ان هناك ارقام كبيره جدا في العراق مرتبطه بعماله الاطفال. الطفل الذي تمر عائلته بظروف صعبه وخاصه في ظل ارتفاع مستويات الفقر في العراق يلجأ إلى طريق العمل حتى يساعد العائلة على الصمود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العراق، وبالتالي يترك التعليم، يترك المدرسة، فيبدأ نشوء أجيال أمية، أجيال غير واعية، غير مدركة، جاهلة، مع كل الاحترام والتقدير طبعا، لكن هذا واقع حال. معنا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احييك واحيي قناتكم الشريفة الاصيلة. استاذ محمد، بالنسبة للجهل اللي صار بالعراق. اولا الحكومات المتعاقبة من 2003 ولحد الان هي راضية على الوضع هذا. تقول لك كان احسن اخلي الشعب العراقي فقر. بدون تعليم. اما اهل الكفاءات اللي كانوا دكاتره كانوا مهندسين وينهم؟ مو طلعوا خارج. قبل هاي النقطه ابو عراق، ليش الحكومات متعمده بتجهيل المجتمع؟ من استاذ محمد من صالحها يقول لك حتى هذا يبقى كل شيء ما يعرف بالحياه مالته. حتى حتى الحكومه تقول لك انا اصول وجول، هو كل شيء ما يعرف. بس ما يدرون حتى الجاهل اللي امي ما يقرا ويكتب هو افهم من عندهم. ثاني شيء استاذ محمد اذا سمحت لي، هم دول الحكومات هم اساس الجهل، هم جهله. هم ما عندهم شهادات. المساله الثانيه استاذ محمد اذا عقب عليها، سالت انت قلت الموظفين مو اهل شهادات. استاذ محمد بالنسبه للموظف هسه اي موظف يدربون على تدريب الرشوه، ما يدربون على اكو شغله يا ابو عراق، هم يدربوه تمام، هو حيتعلم بسبب النظام السائد، لكن انا اسال لما يقولون الحكومه نفسها تقول وزاره التخطيط تقول 7600 موظف حكومي امي لا يجيدون القراءه ولا الكتابه، ذول شلون طبوا؟ شلون تعينوا؟ استاذ محمد لعد اذا وزاره التخطيط عندها هيش عدد قرص عينهم لعد هم وين استاذ محمد؟ هسه اي موظف ما ينسال على شهادته. ينسال ايش قد اليوم يحصل حتى يتقاسم هو والمدير. المدير ماله. لان المدراء نفسهم استاذ محمد اذا سمحت لي ولو اطيل. لا خذ راحتك. المدير نفسه هسه عندنا، اضرب لك مثل، ضريبه عندنا ضريبه بالفلوجه اتحدى بدول العالم كلها. اكو ضريبه تاخذ رشاوه مثل ضريبه الفلوجه. اتحداها، وكل موظف بها اذا ما يملك لو عماره لو 6 بيوت. استاذ محمد ما ينسال على الشهاده مالته. ولا ينسال ايش وقت
كمل معامله. اليوم اذا اعطيته اني اذا اعطيته معامله وانطيته فلوس عليها ياخذها وياه للبيت ينجز لي اياها، اما بالدائره ماكو. فيا استاذ محمد اني اناشد من خلال قناتكم، اريد الشعب يصحى، كافي عاد نوم، كافي نوم، خلي يصحى على وقته. وانا اشكرك استاذ محمد. شكرا يا سيد ابو عراق من الفلوجه، ويانا السيد سعد من السعوديه. تفضل يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بارك الله فيك يا أخونا المقدم، وبارك الله في هذا الكادر الطيب، وبارك الله في هذه القناة المباركة، وبارك الله في أهل العراق المباركين. بارك الله بك. تحية لك يا أخونا الفاضل، وتحية لجميع المتصلين وجميع المشاركين. وأنا أقول الحمد لله، هذا الشعب عظيم، هذا الشعب كريم، هذا الشعب يعني مثال للشعوب. أسقط الحمد لله هذولي العصابات المجرمة وانكشفت ألاعيبهم والحمد لله. فهذا الوضع الحين اللي قاعد يساير من بيض الخناق على هذه العصابة المجرمة، ما سوته من إجرام في هذا العراق، الحين صار موت استهداف للتعليم، كل حياة الإنسان على وجه الأرض استهدفوها، فما بالك التعليم. فصراحة شكرا لكم أهل العراق، الله يحفظكم إن شاء الله، وأهل السعودية وأهل السعودية والعرب كلهم ومعاكم إن شاء الله. ووقفتكم في هذه الوقفة اللي أثبتت للعالم كله أن الحكم للشعب ما هو لهذه إن شاء الله العصابة. وموفقين، وتحية لكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا جزيلا سيد سعد. ويانا السيد غالب من كركوك، تفضل يا غالب. نعم، حياك الله. حياك تفضل. اهلا وسهلا يا غالي. استاذ العزيز، نعم، وطلعت سلفة من جمعية الواحة من كركوك، طيب، و30 ورقة، ومن 4/2 2002 2020 اي ماشي. ومن ذاك اليوم يقطعون مني 292,000 لحد اليوم. عجبا، ما خلص هاي السلفة، هاي 30 ورقة. هاي انت بالدولة يعني ماخذ سلفة من الدولة؟ والله ما ادري، وهمي. زين، اذا استاذ العزيز اذا وهمي تشذبوا، بس وزارة التقاعد شلون يقطع مني؟ سيد غالب، بس سؤال لو سمحت حضرتك. نعم. السلفة ماخذها من الدولة؟ من الدولة، نعم، نعم. على أنت أساس من الدولة هاي الشركة. أنت متقاعد؟ نعم متقاعد. والسلفة أخذتها حتى يقتطع من راتبك التقاعدي ويتم السداد؟ نعم، يقطعون من راتب التقاعدي من بغداد، يعني من وزارة عندي. نعم. بطاقة زكية. ماشي. أنت لما قدمت على السلفة وأخذتها، أخذتها من الدائرة الرسمية لو كان أكو وسيط بالموضوع؟ لا والله، مو على غرفة وشم شباب قاعدين لا والله مو أشكد على تقاعدية مالك، قال الحقك 30 ورقة. قلت يا بهم ممنون، قال هو قال مدة 4 شهور نكتب. ذولا الشباب اللي قاعدين من أمه ذولا؟ والله طبعا أستاذ العزيز، ماكو حشيت وياهم بالموبايل. اي، قبل 3-4 شهور قلت بالموبايل يا شيخ أسحب فلوس وما أشوفكم، مرة يقول لي بالعمارة، طيب، مرة يقول لي بغداد. سيد غالب حتى بس أيضا. نعم. حضرتك يعني حتى نختصر الموضوع، يعني نصيحة، ما أعرف بصراحة تفاصيل الموضوع أكثر وإحنا الوقت ضيق، نصيحة اذهب. نعم. إلى دائرة. نعم. التقاعد اللي حضرتك مرتبط بها، وراجع موضوعك، واذهب بالأوراق. أكيد أنت من تسدد قسط لابد أنه تحصل به على ورقة أو على دليل أنه أنت سددت، يعني وصل فد ورقة شيء تجيك، يعني حقيقة ما أعرف شنو الطريقة. اذهب حضرتك إلى هذا المكان، راجع، لعله وعسى قد يكونك خطأ، ممكن تشوف أنت بل كي ينحل. أستاذ العزيز، راجعت رافدين والرشيد تركوا، يقولون والله يا أبا هذا الشركة، هذا الجمعية الوحى
وحمادي الواحة يقول لا عندنا علم به ولا عندنا علم ولا طيب. محترم ولا ارتباط بالنهاية سيد غالب بالنهاية سيد غالب الراتب اللي يقتطع من حضرتك ده يقتطع عن طريق دائرة التقاعد يعني بطريقة رسمية يعني مرتبط بالدولة هذا الموضوع طالما اكو اقتطاع مستمر وإلا انت شلون تستلم راتبك ويتم الاقتطاع اذا معناه انه اكو شيء رسمي او مرتبط بالدولة راجع اذا راجع المركز اذهب الى بغداد قد يكون ممكن تلقى حل هناك اشكر حضرتك سيد غالب من كركوك ويانا السيد صباح من بغداد تفضل يا صباح حياك الله عليكم استاذ محمد وعليكم السلام ورحمه الله يعني ورحمة الموضوع الله. اليوم على تدهور التعليم والاميه الموجوده منتشره نعم. بالعراق يعني صحيح. احنا نشهد احنا قبل عام 1991 ان كان العراق من الدول المتقدمه في التعليم بالمنطقه نعم. واكو تقارير امميه ومن اليونسكي ان العراق يعني افضل عصر هي السبعينات والثمانينات يعني العراق اصبح خالي من الاميه نعم. ذلك كله يعني الدوله كانت متابعه ملف الاميه بالعراق وتدعمه من تشكيل لجان ومن دعم مادي في سبيل يقضون على الاميه حاليا بعد 2003 نعم. دهورت الاوضاع في العراق يعني نعم. تدهور كل المجالات التعليم احنا نشوف التعليم اللي مثل محمد تميم واللي مثلول الناس دول اللي جمي بعده يعني اصبح متردي بسبب الفساد والوضع الاقتصادي المتردي وفشل الانظمة التعليمية يعني شوف انت مثلا المفتشين واللي يطبعون الكتب كلها ادخلهم شغلات جديدة على التعليم وغياب الرقابة اللي موجودة بالتعليم وزارة التعليم ما لها اي دور وين الرقابة عن كل ما يدور بالعراق يعني لا تتابع المدارس لا تتابع الناس الأميين لا تتابع القرى والأرياف ما عندها أي أي نعم. أي شيء يعني إنجاز يذكر لهم نعم وهسه احنا نعرف احنا غالبية الأميين تلقاهم من الأيتام والفقراء الأيتام اللي بسبب هاي المعارك وبسبب الطائفية المقيتة شوف الأب يغيب بعد يعني يصير فرصة الطفل بالتعليم ضعيفة جدا يعني يتجهون غير اتجاه للمعيشة يقوم يشتغلون في سبيل وعدنا احنا هواي شباب من تسألهم تقول لي ليش ما رحت المدارس وانت ما تعرف تقرأ وتكتب يقول لك انا عائلتي يعني يشتغل ومعيش امه واخواته فالدولة ما لها اي دور يعني الدولة سيد صباح تجهيل هذا المجتمع تحدث السيد أبو عراق من الفلوجة وأبو الحسن من بغداد وغيرهم قالوا بأنه هذا يخدم الأحزاب عندك تعليق على هذا الموضوع أنه كيف يمكن أن تخدم هذه الأمية الأحزاب والحكومات نعم احنا من نشوف الأحزاب ونشوف الحشد المقدس مالتهم أنهم كلهم بدون شهادات وبدون تعليم وما يعرفوا يحجون وما يعرفوا يكتبون وإملاءهم غلط فيريدون المجتمع العراقي مثلهم شهاداتهم من لبنان وشهاداتهم من إيران أو شهاداتهم من دول يعني من دول ضعيفة جدا بالتعليم يجيبوها بفلوس يريدون المجتمع العراقي أيضا ما يصير دكتور براسه خير أو خريج كلية يعني فاهم الموضوع فاهم الدراسة ايش درس ما درس يريدون الناس تجهيلها مثلهم لان احنا حكومتنا المسؤول الاول والاخير هي الرئاسات الثلاثة واللي يدعمهم من المراجع اللي هم يحجون باسمها ليل ونهار ما جاي يدعمون التعليم في العراق ولا جاي يدعمون مراكز محو الأمية ولا منظمات المجتمع المدني الموجودة حاليا ما لها أي دور حتى تقاريرهم يعني شوف مجلس بغداد مجلس محافظة بغداد مثل النسرين هادي صرحت تصريح خطير جدا وبعدها نزلوا بيانات وهذا الكلام مو صحيح نزلت بأن نسبة الأمية في بغداد 50% وهذا التقرير صحيح البغداد هسه احنا نشوف المدن الأطراف مثل الشعلة ومدينة الصدر وغيرها والأطراف وبغداد جديدة والنعيرية وورا السدة وغيرها من عمر 6 إلى 40 عام تشوفهم ما يعرف يقرون يكتبون وهذا تصريح يعني على واقع الحال حقيقة يعني حقيقة وخطيرة جدا يعني احنا تراجعنا بعد 2003 كنا من الدول يعني اللي متطوره في التعليم في الكليات والجامعات اللي كانوا يجوها الطلاب العرب من كل انحاء الوطن العربي يدرسون عندنا ماجستير ودكتوراه وكليات يخلصوها في بغداد وكنا يعني جامعه بغداد والجامعه المستنصريه لها تاريخ عظيم بعد ما حكم حزب الدعوه العراق
تم إزالة يعني شكو تعليم بالعراق. شوف المدارس هسه وين عندهم مدارس نموذجية؟ طيب. قبل كان حتى تغذية للأطفال بالمدارس وغيرها، وتلقى امرأة فلاحة لكن دخلت محو الأمية وتقرأ وتكتب، يعني مثل تقرأ وتكتب. أما الآن شوف النسب العالية جدا في الدولة وما يعرفون يقرؤون ولا يكتبون. والوضع الاقتصادي أيضا بالعراق المتدهور، والوضع الطائفي اللي جابوها، يعني أكو عدة أسباب المفروض يتداركون فيهم، لكن هم متقصدين تدمير العراق وتعطيل العراق في كل المجالات، مجال التعليم، مجال الزراعة، مجال الكهرباء، مجال الملف الأمني، كل المجالات معطلة بسبب حكم حزب الدعوة والمتسلط عليهم العمائم اللي هم يحجون بيه. شكرا لك سيد صباح من بغداد. أبو راشد من عمان، تفضل يا سيد أبو راشد، حياك الله. تحية لك يا أخ محمد والمشاهدين المحترمون. طال عمرك. بالنسبة حق تعليم في العراق والمعلومية، هناك عدة عوامل. أول شيء كان ليس الحكومة العراقية الحالية المتفاوتة من 2003 إلى الآن، ولكن كانت هو المؤسس على هذا التنظيم اللي هو كانت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة كندريز رايس، اللي قالت رجع العراق إلى العصر الحجري. أما ما بعد 2003 شوف كم دكتور وعالم هاجروا العراق، حوالي 15,000 دكتور وغير ضباط وكبار القادة العراقيين هاجروا من العراق والسبة الاحتلال الأمريكي والحكومات المتعاقبة على العراق. أخي العزيز، ودي أوجه لك نقطة مهمة. تفضل. في أيام 78 كنت في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الباص في تكساس، اللي هو كان أحد المستشفيات اسمه جوزيف هاسبيتال، اللي هو طال عمرك كان مدير المستشفى مسيحي عراقي اسمه على نفس المستشفى اسمه جوزيف، اسم العراقي، كان علماء كلهم دكاترة كلهم عراقيين. بعد الاحتلال شوفوا اللي شنو صار في العراق كله. في وشكرا يعطيك العافية. شكرا جزيلا سيد أبو راشد من عمان. ويانا السيد أبو علي من الناصرية، تفضل يا سيد أبو علي، حياك الله. الله يسعدك أبو جاسم، شلونك؟ الله يسلمك، أهلا وسهلا، حياك. شلونك؟ مشتاقين، احمد الله وجهك. شلونك؟ الله يسلمك، حياك الله، تفضل يا ابو علي. اخوي هذا شوف السبب هاي الحروب اي عرفت، والمغامره الامريكيه والايرانيه عرفت، هم ذولا يعني ما يردون علم، يردون واحد طاهي، يردون واحد يعني العلم موتوه بالعراق. يعني هم نهوه من نهيته الميليشيات والمعامرة الخارجية عرفت. يعني أمريكا استحنا أول ما صار السقوط قاموا وجون المن على دول الطيارين اغتيالات زين على الطيارين عادي فيهم، ما يردون يعني هم ما يردون العراق يعني يصير فيه خير. شنو هاي الدول الخارجية؟ لأن أنا أقول لك لأن العراق معروف زين بالثورات مالته، يعني معروف، يعني شنو هم يخافون الدول هاي ما قصة الدول الخارجية زين إيران أمريكا، من تخاف من العراق؟ لأن العراق شوف يعني من يقوم ماكو، إذا قام اليوم يعني هم انتهوا. سيد أبو علي، هناك رأي يقول بأنه زيادة عدد الأمية أو الأميين في العراق وارتفاع مستوى الجهل في هذا البلد يسهل على الأحزاب وعلى الميليشيات قيادة وتحريك هؤلاء، بسبب أن هم هذه الشريحة من المجتمع اللي هي غير متعلمة يكون سهل اقتيادهم، لأنها شريحة جاهلة، شريحة غير مثقفة، شريحة ربما إدراكها محدود، وبالتالي يسهل اقتيادهم. هل تعتقد بأن هذه الأحزاب متعمدة على محاربة أو متعمدة محاربة التعليم وتجهيل المجتمع ورفع مستويات الأمية حتى تسهل عليها قيادة الشعب، وبالتالي تتحكم بمصائر الناس دون أن تواجه مشاكل من المثقفين من المدركين وغيرها من هذه الأمور؟
ابو جاسم شوف خلنا خدمك هذول شوف هذول يعني هم هذول يعني ياخذون شوف هذا شوف يعني شلون اشتغل خلنا خدمك ابو جاسم اتفضل ابين المجال حم الله وديك اتفضل يعني هذول خاين يعني ياكل بالعراق ها اي او خاين الماعون هذول ناس خونه ناس عملاء ناس اللي يشتغلون الدول هذول تقولهم هي الدول سووا هالشيء تدري ليش؟ لان هو باكر اقوى وين يلفون يلفون هم لان هو مطلوب هو انسان فاسد من يخاف؟ يخاف من العراق لان هو شيء عذبه وباك ها؟ يعني يمشي للدول تلفيه هناك يسوي له ذوبيه ها؟ وما له احترام هناك هذول انا قلت شنو يعني هذول الفاسدين هذول مو عراقيين ها؟ وحرام يندفن بالعراق هذول ناس خونه وذول يعني التاريخ ما يرحمهم وذول شوف السعاده وين هو بالخارج نعم يعني هم العراق باقوها زين وهذول يعني هم ناس متخلفين ذول يعني يشتغلون خارجيه يعني تشوف الدول شلون مرتاحه احنا تشوف الزباله ها والحفاظات مضروبه بالشوارع يعني تقول له ابوي ليش تسوي شيء يقول احنا هاي ما امرنا نسوي هذيك قوار واحد ذاك دوم لا كانت ايش يقول لي؟ يقول لي احنا هاي هم يعطونا فلوس يعني واحد يعرف يخزن يقول هم يعطونا فلوس عشيات قربوا البلد زين هم الله وكيلك هذا منو هذا يعني منو هذا اللي قال لك هذا الكلام؟ هذا واحد ذاك دوم مسؤول زين يقول احنا ما جاي نساعدكم احنا نشتغل خارجي انا هويتي ايرانيه يقول واحد هذا بس انا مو عراقي انا هويتي ايرانيه انا جاي دوم العراق انا عندي هناك بيت وعائلتي انا ما احب العراق هو يقول قلت يطبق الف ضرب ولا ما احب العراق زين فهذول ناس خونه ناس يعني خاينين الامانه هذول ناس يعني لا دين عندهم قوه ها يعني هسه تعال شو قال لك بلد ايران هو عراقي فلسطين يعني عايش وياكل يشرب من هذه ماكو يعني ياكل زادك عادي يعني ياكل فالبلد هذا يعني ناكل معروف هذا يعني ناكل نعمه الله سيد أبو علي أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة طبعا مشاهدينا الكرام بحسب تقارير حقوقية من حقوقيين متخصصين في متابعة الشأن العراقي يؤكدون أن هناك أكثر من نصف مليون طفل عراقي يعانون من التشرد والانتهاكات في مختلف أنحاء البلاد نصف مليون يعني 500,000 طفل عراقي وأكثر طبعا مشردين في هذا البلد يعانون من الانتهاكات يعانون من الاستغلال المتاجرة الإجبار على ممارسة أعمال شاقة وكل هذا يرفع من معاناة المجتمع العراقي يفاقم من مشاكل الأجيال القادمة كما قال السيد أبو حارث من الموصل سابقا بأنه هذه الأفعال المتعمدة تنشئ أجيال تتربى على أفكار خاطئة على السلبيات قد تدخل في مجال الجريمة قد تدخل في الطريق الخطأ وبالتالي ينشأ جيل من يعني طبعا إلا ما رحم ربي هناك في العراق في ظل هذه الكوارث الميليشيات والسرقات والفساد والإجرام وغيرها أمور يتربى عليها الطفل الذي ينام في الشارع المشرد الذي بلا مأوى وبلا عائلة وبلا معيل وبالتالي تنشأ أجيال فاقدة للأهلية أجيال قد تكون مجرمة إذا يعني صح هذا الوصف بالنسبة لما يراه العراقيون منذ 18 عاما في ظل هذه الحكومات التي تعمدت تجهيل هذا المجتمع وتدمير التعليم فيه لإفساده لتخريبه لجعلهم مقادين لجعل هذا المجتمع مقاد لكن طبعا في ظل كل هذه الظروف المأساوية يبقى هناك دائما الأمل وخاصة فيما تابعنا من ثورة تشرين وأحداثها والفئات العمرية التي كانت مساهمة بشكل كبير في هذه التظاهرات والتي دعت بوعي إلى إسقاط هذا النظام معنا اتصال السيد عبد الرزاق من بابل تفضل حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وما وجيت من العلم إلا قليل صدق الله العظيم أستاذ محمد نعم. بالنسبة للعلم هو الحياة نعم. البلد اللي ما يسود علم يسود الظلام والعراق هو بلد المبدعين نعم. يعني بلد ولاد المبدعين وأصحاب الكفاءات والخبرات وأنت يعني قبل كم يوم شفت يعني دكتور عراقي
تم تكريمه من قبل الملكة البريطانية. فالعراق بكل المحاولات اللي حاولها أعداء العراق من تشييد هذا البلد وتفشي الأمية والجهاد، لكنه العراقيين هم مبدعين، والعراقي بالخارج دكتور إلى تقديره وإلى مكانته، لأنه العقل العراقي عقل مبدع، لكنه هذه المحاولات على تشييد الشعب العراقي هي مقصودة. لأنه يعطوا كل زيان العراقيين ناس أصحاب حضارة وأصحاب ثقافة، فيحاولون تشيروا بهاي الصور اللي هي أتلق بالشعب العراقي. فشوف يعني أنت الميليشيات اللي اليوم قرارها هو السائد على البلد واللي تمتلك السلاح، وبنفس الوقت القضاء على المدارس، المدارس الحكومية اللي يهملوها وشجعوا المدارس الأهلية، هاي المدارس الأهلية هي ضد الفقير. تعرف احنا اليوم الشعب العراقي الأغلبية فيه هي طبقة فقيرة، فالغرض من هذا هو القضاء على الفقر العراقي المبدع. وتحياتي لك استاذ محمد. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. مشاهدينا الكرام، مصادر تؤكد وجود أكثر من 2000 مدرسة طينية في العراق، 2000 مدرسة طينية، طبعا هذا الرقم بحسب مصادر حكومية. لكن في بغداد، نتحدث عن العاصمة، لجنة التربية والتعليم في محافظة بغداد كشفت عن عدد المدارس الكرفانية في العاصمة، وأشارت إلى هناك نقصا كبيرا في عدد الأبنية المدرسية. عضوة اللجنة نسرين جواد قالت بأن المدارس الكرفانية في العاصمة بغداد وصلت بحدود 60 مدرسة موزعة على جانبي الكرخ والرصافة. هذا التصريح ليس تصريحا جديدا، هذا قبل تقريبا عام أو أكثر بقليل. إذن في ظل الظروف الآن وفي ظل هذه الأزمات قد يكون هذا العدد ارتفع أكثر من ذلك، 60 مدرسة كرفانية في العاصمة بغداد. أين الأموال التي خصصت لوزارة التربية؟ تتحدث الوزارة ويتحدث المسؤولون فيها دائما عن المشاريع، المشاريع المعنية بخدمة القطاع التربوي بمحاربة أو القضاء على فكرة المدارس الطينية والكرفانية وإنشاء مشاريع مرتبطة أو متعلقة بإنشاء مدارس وغيرها وترميم أخرى. طيب هذه الأموال وهذه المشاريع متى ستنفذ؟ طيب ما طبيعة العمل الذي ستقوم به هذه الوزارة في ظل كما تفضل الكثيرون محاربة للمدارس الحكومية عن طريق إنشاء مدارس أهلية كثيرة ومحاربة التعليم في المدارس الحكومية، عدم دعم للمحاضرين، عدم وجود تخصيصات للقرطاسية وغيرها من هذه الأمور، كتب متهالكة قد تكون مرتبطة بأجيال سابقة وبالتالي يلجأ ولي الأمر إلى البحث عن شراء كتب جديدة، لا يوجد دعم، مدارس متهالكة. وعرضنا في مقاطع سابقة كيف أن أبنية مدرسية آيلة للسقوط ومهددة حياة الناس والمعلمين والتلاميذ، كيف أن هناك نقصا في الخدمات المدرسية من ناحية الحمامات وغيرها، وهذه الأمور طبعا أمور عرضت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وفضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذه الأمور تؤكد أن هناك محاربة لقطاع التعليم في العراق وللتعليم بشكل عام، إن كان على مستوى المدارس الابتدائية المتوسطة والإعدادية أو إن كان على مستوى الجامعات المعاهد وغيرها من هذه المستويات العلمية. وكيف أن الخريجين اليوم في العراق نراهم يفترشون الأرصفة والشوارع بحثا عن فرصة عمل في وقت تتحدث فيه وزارة التخطيط عن وجود أكثر من 7500 موظف حكومي وأكثرهم في وزارة الداخلية أميون بلا تعليم لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. إذن لماذا لا تستعينون بهذه الخبرات؟ لماذا لا تستعينون بالخريجين ودعمهم ومحاولة النهوض بهذا البلد إن كنتم صادقين بفكرة النهوض بهذا البلد وفكرة أنكم تريدون عراقا مزدهرا كما تقولون؟ وصلت وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.